أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيكم يا إخوان الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. النهاردة إن شاء الله موضوعنا هيكون عن عربيات مستعملة للبيع في مصر 2020. معانا النهاردة مجموعة من العربيات، منها جيب شروقي ومرسيدس ونيسان وكيا وكمان جيلي إميجرانت. ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالعربيات اللي معانا النهاردة، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة ياريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربيات اللي معانا النهاردة، وكمان سعر العربيات، وكمان طرق التواصل مع أصحاب هذه العربيات. أول عربية معانا هي عربية نيسان صني، موديل العربية 2014. العربية دواخل فابريكا بالكامل، العربية أوتوماتيك. العربية رشة بر نظافة فقط ما عدا السقف. العربية فيها رخصة لمدة سنة مرور حدائق حلوة. العربية مش محتاجة أي مصاريف نهائي. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية نيسان صني موديل العربية 2014. سعر العربية 140,000 جنيه. سعر العربية 140,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010-297-66-880. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010-297-66-880. العربية رقم 2 اللي معانا النهاردة هي عربية مرسيدس سي 200 موديل العربية 2020 AMG. العربية زيرو، لم ترخص. العربية لون مميز. العربية فيها فرش جملي. العربية فيها جميع الكماليات. العربية فيها سقف بانوراما. العربية فيها كاميرا 360 درجة. العربية فيها وايرلس وشنطة كهرباء. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية مرسيدس سي 200 موديل العربية 2020 AMG. سعر العربية 950,000 جنيه. سعر العربية 950,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 031-391-1974. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 031-391-1974. العربية رقم 3 اللي معانا النهاردة هي عربية جيب شروقي موديل العربية 2011. العربية فابريكا بالكامل، حالة ممتازة، اللون اسود والفرش جملي. العربية فيها جميع الكماليات. العربية جميع الصيانات في الهيئة العربية للتصنيع. العربية فيها عداد شرعي 120,000 كيلو فقط. العربية مرور مدينة نصر. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية جيب شروقي موديل العربية 2011. سعر العربية 320,000 جنيه. سعر العربية 320,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 031-391-1974. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 031-391-1974. العربية رقم 4 اللي معانا النهاردة هي عربية كيا سيراتو موديل العربية 2013. العربية بحالة المصنع. العربية فابريكا بالكامل بدون خرابيش. العربية أعلى فئة. العربية فيها فوانيس ليد خلفي وفوانيس ليد أمامي. العربية فيها حساسات خلفي وأمامي. العربية فيها عداد شرعي 8000 كيلو فقط. العربية فيها عداد شرعي 48,000 كيلو فقط. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية كيا سيراتو موديل العربية 2013. سعر العربية 250,000 جنيه. سعر العربية 250,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011-422-28-908. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011-422-28-908. العربية الخامسة والأخيرة اللي معانا النهاردة هي عربية جيلي إم جراند موديل العربية 2017. العربية فيها عداد شرعي 60,000 كيلو فقط. العربية بحالة فوق الممتازة. العربية فيها فرش جلد وأرضية جلد للحفاظ على الموجات الأصلي بتاع العربية.
جميع الصيانات الخاصة بالعربية في التوكيل العربية، استخدام عائلي العربية رشة الجنبين نتيجة خرابيش ومستعد للكشف في التوكيل. الاستبن لم يستخدم إطلاقا للعربية بحالة ممتازة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية جيلي ام جراند موديل العربية 2017، سعر العربية 133,000 جنيه، سعر العربية 133,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010-179-59-798، للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010-179-59-798. موضوعنا النهاردة خلص، استنونا في مواضيع جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.